أهلا بكم. حذرت وكالة أسوشيتد بريس من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، وأرجعت ذلك لعدم القدرة الحكومية على فرض بروتوكولات لمواجهة الفيروس بشكل كامل، إذ نقلت عن أطباء عراقيين أنهم يلقون باللائمة على الحكومة التي لم تطبق قواعد الحظر بشكل جاد ولم توفر بيئة صحية ملائمة في المستشفيات والمراكز الصحية. ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا يأتي مع انهيار الواقع الصحي وفقر خانق، ومع إجراءات حظر متأخرة وغير جادة دون تهيئة البدائل للشعب، لا سيما الطبقات الفقيرة التي تجد نفسها مستهدفة بارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال فرض الحظر. فبحسب إحصائيات وزارة التخطيط، أكدت أن نحو 4 ملايين شخص أضيفوا مؤخرا إلى شريحة من هم دون خط الفقر، في وقت أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء حتى الكمامات الطبية، بينما أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن إجراءات الحظر كانت إجراءات عقابية أو مزاجية ولم تكن وقائية. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة تأثيرات إجراءات الحظر المتأخرة في العراق بعد تزايد معدلات الإصابة بفيروس كورونا، ولماذا لم توفر البدائل للمواطنين الذين يواجهون غلاء الأسعار، وما حقيقة إصابة 50% بالسلالة الجديدة للفيروس مع قلة إمكانيات المختبرات المتخصصة بحسب أطباء بريطانيين، ولماذا يستمر تدهور الواقع الصحي في العراق. نتابع بداية هذا التقرير. الصحي المتدهور في العراق زاده تفشي فيروس كورونا عالميا تعثرا وانهيارا، حتى انعكست آثاره بشكل مباشر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لشرائح المجتمع، لا سيما الطبقة الفقيرة التي أرهقتها الأزمات المتلاحقة، مع تزايد معدلات الفقر بحسب إحصائيات وزارة التخطيط التي أكدت أن نحو 4 ملايين شخص تمت إضافتهم مؤخرا إلى شريحة من هم دون خط الفقر. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن أطباء عراقيين أنهم شهدوا ارتفاعاً في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب عدم القدرة الحكومية على فرض بروتوكولات مواجهة الفيروس بشكل كامل، وألقى الأطباء باللائمة على الحكومة التي لم تطبق قواعد الحظر بشكل جاد ولم توفر بيئة صحية ملائمة في المستشفيات والمراكز الصحية. وزارة الصحة أعلنت أن عدد الإصابات الكلي بفيروس كورونا في العراق بلغ أكثر من 660 ألف إصابة، وأكدت تسجيل انتشار واسع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا، وبيّنت أن أكثر من 50% من الإصابات المسجلة كانت بهذه السلالة، بينها إصابات لأطفال وشبان. من جهتها أكدت خلية الأزمة النيابية أن استمرار انتشار السلالة الجديدة سيشل النظام الصحي في العراق وسيؤدي إلى انهياره. لجنة الصحة والبيئة النيابية قالت إن الإجراءات المتبعة بشأن حظر التجوال لم تكن في بعض المناطق للوقاية من فيروس كورونا، بل كانت إجراءات عقابية أو مزاجية، في وقت أكدت فيه مفوضية حقوق الإنسان أن 14 مليون عراقي غير قادرين على شراء الكمامات الطبية وأن على الدولة توفيرها للمواطنين. فيما تأتي تدابير الإغلاق الجديدة في وقت يسجل فيه العراق ما يزيد عن 4000 إصابة يومياً، مع ارتفاع أسعار المواد الطبية مثل الكمامات بحسب وكالة فرانس بريس. إجراءات الحظر التي فرضتها الحكومة دون تهيئة البدائل لا سيما للطبقات الفقيرة زاد من الغضب الشعبي تجاه الحكومة الحالية التي أضرت بمصالح العراقيين في جميع المفاصل، لا سيما الجانب الصحي الذي يعاني من تدمير متعمد وإهمال واضح منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني عام 2003. بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو، مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. وأرحب أيضا بالدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم معنا عبر سكايب من عمان. دكتور أيمن العاني مرحبا بكم. إذن أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ حسين، يعني الحظر الذي فرض في العراق من قبل الحكومة يراه البعض أنه جاء متأخرا، هناك تزايد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، هناك الكثير من الانعكاسات والتأثيرات التي حصلت،
كيف تراقب توقيت هذا الحظر في هذا التوقيت في ظل يعني كما تعلمون هناك أزمة خانقة اقتصادية، هناك مشاكل اجتماعية، هناك انعدام بفرص العمل، فقامها أيضا الحظر الذي ضغط بشكل كبير على المواطن العراقي والكثير منهم حتى لا يستطيع ارتداء الكمامة، لا يستطيع أن يشتريها. نعم، يعني بداية تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أستاذي، قضية الحظر لدينا تجربة معها سابقة. العراق العام الماضي يعني قام حظر تحديدا بتاريخ 14/3/2020، استمر هذا الحظر لمدة 4 أشهر، لم يحقق أي نتائج تذكر على الأرض. لهناك عدة أسباب لعدم تحقيق هذه النتائج، لكن حضرتك سألتني عن الجانب الاقتصادي. نعم. يعني بمعنى أثر الحكومة على الجانب الاقتصادي، هذا الإجراء أثره على الجانب الاقتصادي. أي حظر على الجانب الاقتصادي، وهي الكثير من يتكلم حول الطبقة الفقيرة في العراق، واللي هو يقصد به أصحاب الأجور اليومية والباعة المتجولين وإلى آخره، الحظر لن يؤثر على هؤلاء فقط، لأن هؤلاء أصلا متأثرين ومسحوقين، بل سينتقل هذا التأثير على الطبقة الوسطى في العراق. الطبقة الوسطى اللي هم أصحاب المحلات التجارية الصناعية السياحية، هذا كله راح يأثر عليهم. اليوم أنت إذا تريد يعني تضرب اقتصاد أي بلد، تضرب الطبقة الوسطى. سحق الطبقة الوسطى معناها سينتج عن يعني لدينا مجتمع بأقلية مترفة وأكثرية مسحوقة. هذا الإجراء إذا استمر لفترة طويلة سيعكس هذا النتيجة، بمعنى ضرب الطبقة الوسطى داخل المجتمع العراقي، خصوصا قبل أشهر عندما العراق رفع من سعر الدولار على حساب العملة الوطنية الدينار، فأصبح المواطن العراقي هو خسران تلقائيا. يعني 20% من المواطن العراقي الموظف هو خسر راتبه، سواء قطع أم لم يقطع بسبب سعر الصرف. جاء موضوع الحظر وهذا سيضرب القطاع الخاص ضربة جدا قوية، والقطاع الخاص هو يعتبر الطبقة الوسطى في المجتمع. لتحافظ على توازن الاقتصادي في المجتمع عليك أن تجد طبقة وسطى لا تضربها، ولهذا أعتقد هذه الإجراءات ستضرب الطبقة الوسطى إضافة للطبقة الفقيرة المسحوقة تلقائيا. نعم. إذا دكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، ينضم معنا عبر سكايب من عمان. دكتور أيمن، مرحبا بك. حياك الله أخي الكريم وبضيفك والمشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور أيمن. راقبتم إجراءات فرض حظر التجول في العراق في ظل أزمة خانقة، فقر خانق، فيما مضى من الأشهر الماضية ثورة عارمة اجتاحت العراق مطالبة بإسقاط النظام السياسي بسبب انعدام فرص العمل. الآن حظر التجول، يعني مع انعدام فرص العمل والأزمة الخانقة التي تضغط على العراقيين، هناك طبقة فقيرة، وهناك حتى تقارير دولية تحدثت عن وجود يعني أو تزايد أعداد ومعدلات الفقر في العراق. ولكن هنا قبل أن ندخل للحديث عن تأثيرات أو نسهب في الحديث عن تأثيرات الاقتصادية، لتحدثنا دكتور أيمن وأنتم حضرتكم طبيب أيضا واختصاص، يعني إجراءات الحظر التي جاءت متأخرة يصفها حتى لجان حكومية من داخل الحكومة، تصف هذه الإجراءات أنها عقابية، أنها مزاجية. من الناحية الطبية الصحية، كيف تنظر إلى تأثيرات يعني تأخير هذه الإجراءات أو جدية هذه الإجراءات على الواقع الصحي في العراق؟ أخي الكريم، تحية لك مرة أخرى وللضيف والمشاهدين الكرام جميعا. الحقيقة مسألة الحظر، يعني فرض الحظر كإجراء وقائي من ضمن الإجراءات الوقائية، أثبتت التقارير الكثيرة عدم نجاعة هذا الخيار، ولا سيما تأثيراته على الناحية الاقتصادية والمجتمع ككل. لكن واقع الحال، الإجراءات الوقائية المهمة التي يجب على الحكومات أن تتخذها هي إجراءات تحضيرية، إجراءات تمهيدية لمنع انتشار هذا الوباء سريع الانتشار حقيقة. وبالتالي لدينا اليوم إجراءات وقائية يجب على الحكومات أن تتخذها، بداية من تخصيص الميزانية بالنسبة لوزارة الصحة،
مرورا بال يعني الكشف على المستلزمات الطبية التي الضرورية الواجب توفرها في حالات تفشي الوباء مثل هذا الوباء، ولا سيما أجهزة التنفس الصناعي، كذلك حقيقة المستلزمات الأدوية والأدوية الضرورية. يعني هنالك كثير من الإجراءات التي يتم تغاضي عنها أو التجاهلها، لكن بالمقابل يتم التضييق على المواطنين، والتضييق هذا على المواطنين بفرض الحظر حقيقة الأمر مع المعطيات المتوفرة لا يمكن أن تغير من الواقع شيئا، لأنه عدم توفر الإجراءات الوقائية هي سلسلة، إن انقطعت حلقات هذه السلسلة فالنتيجة نتكلم من الناحية الطبية غير مجدية حقيقة. لأنه لو نجد أنه في مسألة الميزانية على سبيل المثال لدينا حصة الفرد العراقي من الميزانية الجديدة لا تتجاوز $120 بالنسبة للقطاع الصحي، هذا الرقم متواضع جدا إن لم يكن يعني رقما معدوما بالمقارنة مع أقرب بلدان التي إلينا مثلا لبنان. لبنان حصة الفرد تتجاوز $700 وهي تعلن انهيارا صحيا كاملا، ومع ذلك حصة الفرد في القطاع الصحي تتجاوز $700. أما بالنسبة لجولة في مستشفيات العراق، لدينا في العراق نحو 200 مستشفى كبيرة طبعا نتحدث، هذه المستشفيات تتجول فيها أخي الكريم مستشفيات يعني متهرئة، بنى تحتية غير خارج الخدمة، أسرة معدمة، واقع صحي، واقع النظافة فيها واقع مزعج، وبالنتيجة اليوم هذا أيضا اتخاذ إجراءات غير متخذ، المستلزمات الضرورية للعلاج غير متوفرة. تخيل في مدينة الطب في العاصمة بغداد يقوم المسؤولون بجمع أموال ومبالغ من الأطباء لشراء بعض المستلزمات الضرورية في بلد مثل العراق يمتلك أكبر ثاني احتياطي نفطي في العالم وأول أو ثاني احتياطي في الغاز، لكن مع الأسف الشديد هذا هو الواقع. طيب الأدوية دكتور التي تتطلبها علاج حالات يذكر دكتور إذا سمحت لي دكتور أيمن، أدوية فقراتها كثيرة لا تتوفر يعني حتى على مستوى الباراسيتامول، نعم غير متوفر في العلاج، وهو يعني دواء شعبي يفترض أن يكون يعني مبذول للجميع فضلا عن الحالات أو الإصابات التي تحتاجها. هذا كله أخي الكريم يعني هذا من ضمن الإجراءات الوقائية الواجب يجب على السلطات اتخاذها، نعم. لكن مع الأسف الشديد في العراق هذا كله غير موجود، فبات الحظر هنا تضييقا على المواطن، ليس إلا لأنه من الناحية الصحية لا مجال للحظر أن يكون مجديا في ظل المعطيات الصحية الموجودة. نعم دكتور أيمن، في نقطة ذكرتها مستلزمات ضرورية لازمة للعلاج غير متوفرة، مستشفيات مهترئة، واقع صحي متدهور، مختبرات رديئة. طيب هناك تصريح لوزارة الصحة في العراق أن 50% من المصابين بفيروس كورونا يعني هم مصابون بالسلالة البريطانية الجديدة. هناك يعني طبيب بريطاني كشف أن هذا هو محض كذب، يعني هذه الأرقام وهذه النسب محض كذب. لماذا؟ لأن العراق لا يمتلك مختبرات تؤهله وذات إمكانية لكي تكتشف فيروس بريطاني جديد، وهذه المختبرات هي موجودة فقط في بريطانيا.
كيف لهذا التصريح أن يخرج من داخل العراق، وكيف لهم أن حددوا نسبة 50% من الإصابة بالسلالة الجديدة؟ أخي الكريم، حقيقة التصريحات الرسمية في العراق لا يعتد بها، لأنها ليست على أرضية صحيحة ولا أرضية حقيقية، هي بعيدة كل البعد عن الواقع، هي يعني تنحى منحى الإعلام أكثر من ما هو إيضاح وتوضيح للحقائق. هذا طبعا يعني ينسحب على القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، لكن فيما نحن فيه لنتكلم قليلا عن مسألة الإصابات وكيف يجب على السلطات المعنية التصرف في التعامل مع هذه الإصابات. أخي الكريم، اليوم لو افترضنا أن لدينا 100 إصابة باليوم، 100 إصابة، ما العدد من التحاليل الواجب توفره حتى تتعامل مع معدل 100 إصابة باليوم؟ تضرب هذا الرقم في 50 في 100، 5000 تحليل، فإذا اليوم معانا 1000 حالة حالة إصابة، هذه 1000 حالة تحتاج إلى 50,000 تحليل. هذه المستلزمات التحاليل غير متوفرة. يتحدث لي أطباء كثر أنه هم أطباء ويحتاجونها إليهم وإلى ذويهم من الدرجة الأولى، ولا يحصلون عليها في المستشفيات الحكومية. إضافة إلى ذلك، نأتي إلى مستوى الإصابة. هل توضح السلطات الرسمية مستوى الإصابات الحاصلة في العراق؟ هل هذه إصابات متوسطة أو إصابات تحتاج إلى عناية حثيثة أو إصابات حتى تحتاج إلى دخول إلى المستشفى ابتداء؟ وإذا كانت هذه الإصابات تحتاج إلى دخول إلى المستشفى، هل هنالك إحصائية حقيقية بعدد المرضى الذين حالفهم الحظ للدخول إلى المستشفيات؟ وهل هنالك استقبال جيد ويتناسب مع خطورة هذا الوباء؟ هذه الحقيقة، هاي الأسئلة كلها أخي الكريم أجوبتها يعني مؤسفة جدا، لأن الواقع في العراق هو انهيار صحي، وهذا الانهيار الصحي متأتي بالأساس من مسألة المحاصصة وانتشار الفساد وتجذره. صدقني أخي الكريم، يتحدث لي أطباء يقولون نتوسط، يعني يتوسطون للحصول على العلاج لذويهم من الدرجة الأولى. يعني فما بالك بالمواطن البسيط، أصبحت المستشفيات بؤر للموت بعد أن كانت بؤر للعدوى. ومع هذه السلسلة الجديدة من المرض، هذه طبعا أكثر فتكا مع الأسف الشديد، وتؤثر كثيرا على الجهاز التنفسي بشكل خاص، وتأثيراتها طويلة الأمد. لا يوجد حقيقة في العراق أي جهة رسمية معنية تريد أن تزيح بعض المعاناة عن المواطن، لأنها مع هذه المعطيات التي تحدثت فيها، حقيقة الأمر يعني مسألة تترك الحكومة المواطن إلى حتفه، وبالنتيجة هذا هو الواقع في العراق اليوم. نعم دكتور. أستاذ حسين، بالنظر إلى الإجراءات الحكومية، البعض يقول بأن الإجراءات الحكومية هي ليست جادة، والدليل أن الشعائر الدينية إلى الآن، يعني هناك من يأتي من خارج الحدود يدخل إلى العراق عبر إجراءات توصف بأنها إجراءات يعني شكلية، والدليل أن هناك من يقوم بدفع مبلغ مالي، بحسب شهود عيان يدفع مبلغ مالي للجهات الرقابية أو إلى المختبرات التي هي معينة في الأماكن الحدودية أو في المطارات لكي يدخل. فبالتالي يعني كيف يمكن أن يسيطر على وضع الوباء إذا كان إن صح التعبير الكيس مثقوبا؟ يعني أكو حالات بالعراق ما حدثت في العالم العربي المحيط بنا. تصور العراق عندما يدخل إلى الحدود اللي
جنابك ذكرته. نعم. يدفع مبلغ $50 مقابل فحص. هذا شهود عيان أكدوه. هذا نعم. أخي مو يعني هي مو تهمة ولا هو خبر صحفي، هذه حقيقة، حقيقة موجودة. تدخل من الحدود البرية العراقية تدفع مبلغ $50. السبب شنو هو؟ لفحص كورونا، في حين الفحص هو سعره 25,000 داخل العراق. بالأصل هو لم يفحصك، لأنه الفحص لا يمكن أن يظهر خلال دقيقة واحدة. أنت تدخل منها الخيمة وتخرج من الخيمة الثانية تستلم الوصل ثم تذهب إلى الختم. $50 تدفع كمواطن عراقي. هذه الإجراءات تعتبر إجراءات عقابية وليست صحية، والحظر الذي حصل هو حظر أمني وليس حظر صحي. لماذا حظر أمني؟ الأسلوب الذي يمارس في الشارع. أنت سمعت قبل كم يوم في كركوك شخص أحرق نفسه وحرق عجلته، وناس أحرق سيارته. أحرق سيارته أي. طيب السبب لماذا؟ لأنه لحد الآن لا يميزون بين الحظر الصحي والحظر الأمني. ما موجود هو يفترض أن يكون حظر صحي مع تعاون. أنا الأرقام اللي تشير بالعراق اللي هي من وزارة الصحة، العراق أعلى درجة إصابة وأعلى عدد وفيات، 671,000 مصاب، 13,295 عدد الوفيات في العراق اللي هو أعلى درجة في العالم العربي، عدد الإصابات وعدد الوفيات مع كل هذه الإجراءات. هذا يثبت أن هذه الإجراءات فاشلة. طبعا بالمناسبة أضعاف هذا الرقم هم لم يذهبوا إلى المستشفى، أصيب وعالج نفسه أو قد يجوز يتوفى وهو لم يذهب إلى المستشفى الحكومي، لأن هذه فقط الذين يعني يتشخص إصابتهم داخل المؤسسات الحكومية. أضعاف هذا الأرقام لم تذهب لأنه لا يوجد إجراء يعني علاجي للمصاب حتى يطمئن المصاب إلى هذه الإجراءات العلاجية. لهذا السبب أنا حقيقة لا أتكلم عن العلاج والتشخيص، أتكلم عن الوقاية. أقول على الشعب العراقي أن يدرك خطورة هذا المرض، وأنها الدولة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه هذا المرض. فعليك أولا بارتداء الكمامة والتباعد والنظافة والتعقيم، هذا أفضل علاج لك، ومارس حياتك اليومية أفضل لك من أي أسلوب آخر. هذا الإجراءات الحكومية في العراق تركت أثر سلبيا على العراق، على المواطن العراقي. لماذا لا نقول وقضية المزارات الدينية؟ لاحظ بنفس القرار الجوامع مغلقة، المدارس مغلقة، المدارس مغلقة. ثم راح أتكلم على موضوع المدارس. الجوامع مغلقة والمزارات مفتوحة، ما هذه الازدواجية؟ يعني شلون المزار يعني اللي يزور مثلا مقام او ضريح او يعني شخص صالح رجل صالح معناه هو ما يصاب؟ هذه هلوسه، هذا فكر ديني ايضا دخله بالموضوع. او هناك يعني هناك تمييز، يعني يدركون المساجد لمن تتبع والمزارات لمن يمارسها، او ما يقدرون اصلا يمنعون المزارات لان السلطه الدينيه اقوى من سلطاتهم. وفرض الغرامة 25,000، وفرض الغرامة في حين هو الفحص سعره 25,000. يا أخي بدل ما تغير مودين الفحص. هذه الإجراءات التعسفية ستعكس سلبا على المجتمع، على الواقع الاجتماعي يعني، أو على الواقع الاقتصادي اللي ذكرت لك يا قبل قليل. راح يعني لن تحقق أهداف المرجوة وهي الحد من الإصابات، الحد من الإصابات بالوقاية اللي ذكرتها. ولحد الآن هذا المرض يعني الوقاية فيه يعني أثبتت نجاحها. الكمامة كما ذكرنا والتباعد والتعقيم والنظافة، هذا أفضل أسلوب للوقاية. أنا لا أريد أتكلم عن موضوع التشخيص والعلاج واللقاح ولا غير، هذا الشيء ما يعنيني أنا، بس أنا كمواطن أو كمتابع يعنينا الوقاية، لأنه أنا مواطن ممكن أن أصاب. فتبين أنه الوقاية مهمة جدا للمواطن العراقي، وعليه أن يأخذ بهذه الإجراءات الوقائية. أما إجراءات الحكومية ما هي إلا أن تعكس سلبا على المجتمع اقتصاديا وعلميا واجتماعيا وإلى آخره. نعم دكتور أيمن، الكثير من الأطباء يقولون بأن المواطن العراقي هو طبيب نفسه. لماذا؟ لأن المستشفيات مهترئة، الواقع الصحي متدغور، ملفات الفساد التي تشوب الواقع الصحي. نعم نتحدث عن أن العراق هو يمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي، ولكنه أيضا يمتلك يعني طبقة سياسية وصفت بأنها ثلة من السراق واللصوص. طبعا أنا لم أصفها، يعني من وصفها هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي مدى ترى بأن مقولة الأطباء صحيحة بأن المواطن العراقي هو طبيب نفسه، وهو يجب أن يأخذ على عاتقه الإجراءات الحقيقية التي تخلصه من براثن هذا الفيروس القاتل؟
أخي الكريم، هذه المقولة هي منبثقة من الواقع حقيقة. يعني اليوم زي ما تحدثت أنه المستشفى كانت بؤر للعدوى، اليوم هي مكانات للموت. المستشفيات خالية من المستلزمات الضرورية، خالية من العلاج، خالية من كل الأمور التي تخفف معاناة المرضى. فاليوم الأطباء ينصحون المرضى أو ينصحون كل الأشخاص بالعموم، المرضى أو أقربائهم، يعني ينصحون المرضى أو أقربائهم أنه يعني أخي الكريم لا تتول للمستشفى، المستشفى أصبحت مكانا خطرا على المريض، لأنها يعني لا ستكون بؤرة لتجمع عدد من الإصابات أو المرضى بحالاتهم المختلفة، فستكون بؤرة مركبة، والفيروس هذا سريع الانتشار، فالخطورة تكون عالية جدا. لكن احنا لنناقش هل يستطيع المواطن أن يكون طبيب نفسه؟ يعني اليوم لدينا في العراق نسبة فقر عالية جدا تتجاوز 50% في بعض المحافظات، وبالعراق عموما نسبة الفقر 40%. 40% يعني لدينا أكثر من 15 مليون نسمة تحت خط الفقر، لا تستطيع أن توفر لقمة العيش. هل ستستطيع هذه الفئة التي هي بالملايين أن توفر المعقمات وتوفر الكمامات وتوفر وتستطيع أن تحفظ مسألة التباعد لكي تجنب نفسها أو غيرها أنه تتم الإصابة، تحصل الإصابة؟ هذا الحق يعني واقعا اليوم في 2021 لا يمكن تطبيق هذا على الواقع، لأنه المعطيات تقول أنه الناس ليس لديهم ما يسد رمقهم، فما بالك بالأمور الأخرى التي تتعلق بمسألة مسألة الإجراءات الوقائية التي هي يعني تثقل من كاهل المواطن من الناحية الاقتصادية كثيرا بالواقع، لكن هذا غير موجود وغير ممكن في العراق اليوم. أخي الكريم، لدينا في العراق كارثة صحية بسبب انهيار هذا النظام خلال 2020 انهيارا تاما. لا يمكن لأحد اليوم يقول أنه في نظام صحي في العراق ولدينا مستشفيات وتستوعب ما لدينا من حالات. فهذا يعني تخيل أخي الكريم، لكل 700 مواطن هنالك أقل من سرير، يعني أو لكل 800 مواطن هنالك سرير. الله، هذا يعني هذه النسبة بالمقارنة مع الدول الأخرى، هنالك دول لكل 4 مواطنين سرير، يعني وهي أفقر من العراق كثروات وأفقر من وأحدث من العراق من ناحية الحضارة، ويعني وغير لا تمتلك مقومات النهوض كما يمتلكها العراق. لكن هو هذا المشكلة أخي في إدارة هذا البلد من قبل عصابات وميليشيات، بعيدا كل البعد عن الكفاءة وبعيدا كل البعد عن المهنية. تم تجيير ثروات البلد إلى جهات خارجية ولا سيما أمريكا وإيران، فبالنتيجة هذا هو الواقع، وحقيقة ما خفي أعظم سيكون. يعني نعم دكتور أيمن، سيد حسين، هذا الحظر وهذه الإجراءات بحيثياتها لها انعكاسات وتأثيرات على جميع القطاعات في العراق. لنأخذ يعني طبعا هناك قطاعات مهمة، تحدثنا عن الجوانب الكثيرة، الجوانب الاقتصادية طبعا هي الجانب الاقتصادي، نتحدث الآن عن الجانب التعليمي. هناك مدارس مغلقة، هناك تعليم عن بعد، يعني لا نعرف مدى كفاءته، ولكن هنا تأثير الحظر وهذه الإجراءات على الجانب التعليمي في العراق الذي يعاني بالأساس من تدهور مستمر.
يعني راح اقتصر لك موضوع التعليم عن بعد، انه هذه الاجراءات جعلت البعد عن التعليم كنتيجه. البعد عن التعليم، البعد عن التعليم بدل التعليم عن البعد. اليوم في العراق بعد عن التعليم لا تعليم عن البعد. راح اتكلم هذا هذا الاجراء اذا استمر لمده سنتين، استمر لانه العام احنا كان تعليم عن بعد والسنه بلش التعليم عن بعد، لحد الان لا يوجد دوام، سنجد مجموعه اشخاص لديهم شهاده ولا يعرف يقرا ولا يكتب. اليوم أغلب أولياء الأمور والعوائل كلها تشكي بأن أولادهم لم يستطيعوا الحصول على الحصة التعليمية، على المادة التعليمية بأدنى مستوياتها. عدة أسباب، حتى المدرس واحد من الأسباب. اليوم الأستاذ في المعلم أو المدرس العراقي ليست لديه القدرة على إعطاء الحصة التعليمية، المادة التعليمية من خلال الأنترنت، تجربته جدا ضعيفة، هي تجربة جديدة عليه. ضف على ذلك الطلبة اللي هو باليوم يوم واحد دوام وما يدامون، والبقية كلها على طريق الانترنت. كم منطقة بالعراق ما فيها انترنت؟ كم منطقة بالعراق يتقطع فيها الانترنت والكهرباء؟ كم منطقة يطفع فيها الكهرباء؟ نعم. كم عدد الأطفال والطلبة الذين يمتلكون أجهزة الموبايل، التي هذه أجهزة خاصة يعني مو حي الله أجهزة حتى لازم يكون بها انترنت؟ أكو عوائل ما عندها انترنت، أكو رب أسرة يقول أنا ما أريد الانترنت. هناك عوائل لا تستطيع شراء كمامة، لا تستطيع شراء كمامة. أنا أتكلمك على موضوع التعليم. هذا الأسلوب وهذا الإجراء إذا ما استمر سنجد بعد سنتين ثلاثة طلبة يدخلون الجامعة لا يعرفون يقرون ولا يكتبون، لأنه أربع سنوات هي مرحلة دراسية كاملة. إذا استمر هذا سنتين النوم خلاص أقرأ، ما يبقى تعليم بالعراق. ناس عنده شهادة ثالث متوسط سادس إعدادي مدرسة، بس هو لا يقرأ ولا يكتب. ولكن لو ترى مثلا وجهة النظر الحكومية، مثلا هناك من يتحدث يقول هذا أمر واقع، كل العالم متعرض لهذا الفيروس. ولكن هنا نأخذ بالأساس، يعني هناك مصادر من داخل الحكومة تتحدث عن أن بعد 2003 ظهرت وإلى السطح ظاهرة الشهادات المزورة، شهادات الدكتوراه والماجستير وكذا. نعم. وأيضا موضوع أنه طبيعة ونوعية الدراسة داخل المدارس الإعدادية الابتدائية المتوسطة الجامعية. نعم. ذات مستوى يعني متدني جدا. نعم. هنا بالمحصلة إلى أي مدى ضغط هذا الحظر وهذه الإجراءات على نوعية التعليم لهذا الجيل وتأثيراتها أيضا على الأجيال القادمة؟ شوف، قضية التزوير وهذه قضايا عادة ما نتكلم عنها عن حالات فردية أو حالات قليلة، لا يكون يعني ليست حالة عامة. أما هذا الإجراء هذا يشمل حالة عامة، هذا يشمل الطالب والأستاذ، يشمل الصف بكامله، يشمل المدرسة بكاملها، يشمل المنطقة بكاملها. اليوم لا يوجد تعليم في العراق بسبب هذا الإجراء. أما سابقا ممكن تلقي في الحصة التعليمية بعض الطلبة ضعفاء ومن خلال التزوير والرشاية وكذا يعبرون المادة، لكن ليست كل المدرسة تعبر بهذه الطريقة. هذا الإجراء سيؤدي إلى غلق التعليم كامل، يعني الطلبة كلهم ما يستفادون. يعني اليوم طالب بالخامس العلمي ما يحضر ولا مادة دراسية ولا حصة تدريسية، ما أخذ ولا حصة دراسية، شو راح يحضر يمتحن؟ شو راح يتعلم؟ لا يمكن حتى لو تخفف له الأسئلة. القصة أنه هو لم يعرف، لم يدرس، خصوصا المواد العلمية، يعني العلوم الإنسانية إلى حد ما قد يجد تمشي بقضية الشرح، لكن العلوم التطبيقية والإحيائية هذه كيف يعالجها؟ لا يمكن معالجتها، هذه قضية لازم تدرس. والآن إحنا نذكر سابقا أنه مراحل العلمية إضافة للدراسة وهي كانت على مستوى كفو، هناك تدريس خصوصي آخر حتى لعله الطالب يستطيع أن يستيعاب المادة، لأن المنهج العراقي منهج جدا قوي. فاليوم قضى على التعليم، يعني شنو؟ ماكو حل. الحصة الصف اللي موجود في المدرسة أجعل مثلا إذا هو كان يأخذ 30 أضع فيه 10 فقط، وهناك تباعد وكمامات ومادة تعقيمية ونظافة داخل الصف وتهوية، ويستطيع الأستاذ يلقي. يا سيدي أنا إذا أدخل الآن على 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 صف تدريسي وفيه مريض أستطيع أن أحمي نفسي. الكمامة تحمي والوقاية تحمي، النظافة والتعقيم شلون ما يحمي؟ فإذا هناك يعني عملية يعني استخدمت كورونا كشماعة لإنهاء ما تبقى من التعليم. وأنا ذكرت لك هي بعد عن التعليم، النتيجة ستؤدي إلى هذه وتعكس هذه على الجامعة، لأن الجامعة أيضا مشمولة، والمتوسطة والابتدائية. اليوم الطالب العام بالأول ابتدائية السنة وبالثاني هو لا يعرف لا يقرأ ولا يكتب، هو بالحرم المتوسط لا يعرف يقرأ ولا يعرف يقرأ المنشيت مال الأخبار.
فإذا هذه ستعكس يعني تقضي على ما تبقى من تعليم إن كان سابقا في تزوير أو في ضعف تعليمي وإلى آخره. طيب دكتور أيمن، هذا فيما يخص التعليم، يعني مثل ما تفضل الأستاذ حسين يقول بأن كورونا كانت شماعة يراد منها يعني القضاء على ما تبقى من الواقع التعليمي، ولكن هنا بالنسبة للواقع الصحي، هل ممكن يعني أن نعتبر أن الواقع الصحي أيضا مندرج ضمن ذلك؟ أخي الكريم، إحنا نضرب مثل على هذا، يعني دعنا من وباء كورونا. نعم. أمراض السرطان منتشرة في العراق بشكل كبير جدا. ما هي إجراءات الحكومات المتعاقبة في العراق خلال السنوات 17 الماضية تجاه مرض السرطان؟ أنا أجيب. منظمة الصحة العالمية وضعت ما لا يقل عن 56 صنفا من الأدوية الواجب توفرها لعلاج أمراض السرطان. كم استورد العراق من هذه الأصناف؟ استورد صنفا واحدا من 56 صنف، من 56 صنفا يجب أن يكون متوفر لعلاج أمراض السرطان، والسرطان مستشري في البلاد وينهش بالمجتمع العراقي، ولدينا آلاف الضحايا سنويا بسبب هذا المرض. نأتي على مسألة جائحة كورونا. جائحة كورونا لدينا 2020 ما لا يقل عن 1000 وفاة في الشهر، يعني تزيد على 12 حالة وفاة، 12,000 حالة وفاة، يعني 1000 وفاة في الشهر على الأقل. ما هي الإجراءات الحكومية المتخذة تجاه هذا الرقم الرهيب؟ حقيقة كانت في السنوات الماضية تتعذر حكومات وتتحجج حكومات الاحتلال المتعاقبة بمحاربة ما يسمى الإرهاب. ما هو المانع اليوم أن توفر المستلزمات الضرورية لاستنقاذ المواطن العراقي المحتضر حقيقة؟ هؤلاء يعني هنالك مئات الآلاف، أكثر من 700,000 إصابة في البلد اليوم يحتاجون إلى العلاج الضروري. ما هو المانع من توفر هذه العلاجات؟ المانع هو الفساد والمحسوبية والمحاصصة وإيكال الأمر لغير أهله، لأنه هذا الأمر حقيقة يعاني منه ملايين العراقيين منذ 2003 وحتى اليوم. نعم، القطاع الصحي يعاني من ثغرات كثيرة خلال العقود الأربع الماضية، لكن ما هو حال القطاع الصحي خلال العقدين الماضيين؟ انهيار تام، إهمال متعمد، سياسات غير مجدية، خطط غير ناجعة، وباء يتغول في الجسد العراقي، في جسد المجتمع العراقي، ويحصد ما يحصد من الأرواح، والجهات المعنية مشغولة بإرضاء الجهات الخارجية التي أتت بها، ومنشغلة فيما بينها من صراعات سياسية، وهذا هو النتيجة اليوم لدينا على القطاع الصحي، على المستوى الصحي لدينا مسألة كارثية تحدث في العراق وتجري بصمت مع الأسف الشديد. نعم أستاذ حسين، الجهات السياسية منشغلة بموضوع الانتخابات هنا، أليس الأولى والأجدى الاهتمام بصحة المواطن العراقي أم موضوع الانتخابات، وأيضا توظيف قضية المحسوبية والمحاصصة، وأيضا الأموال التي تدر عليهم من جراء الفساد، يعني المال السياسي وتوظيفه هنا؟ هل تعتقد بأن الحكومة على مستوى الدراية المطلوب بأن قيمة المواطن العراقي وحياة المواطن العراقي أهم من قيمة المنصب؟ يعني شوف، بالنسبة للسياسيين هم عندهم المنصب أفضل من المواطن العراقي، بالنسبة لهم القضية الانتخابات أفضل من إجراءات مع الكورونا وتوفير مستلزمات الطبية، هذه لأن الناس هم عاشوا على الفساد، لا يمتلكون أي مشروع وطني لإنقاذ العراق،
مما هو فيه، سواء على المستوى الصحي مثل ما ذكرت، الاقتصادي، الأمني، السياسي. من هؤلاء يحمل مشروع وطني ينقذ العراق؟ ما يهم هو كيف يصل إلى البرلمان. اليوم أنا أجزم 90% ممن يصل إلى البرلمان هو إما بالتزوير أو بقوة السلاح. طبعا هذا الرقم هو متدني جدا ومتواضع، أنا تواضعت حين وقلت 90%، ما يعني ماكو 10% يفوزون، لكن أريد أتواضع جدا. 90% من يصل إلى البرلمان إما بالمال السياسي الفاسد أو بقوة السلاح، وهم يدركون بأن هذه الانتخابات لو تنتج حكومة وطنية لانقلب عليها الداخل، هؤلاء الساسة والغرب لا يقبلون لحكومة وطنية في العالم العربي وخاصة في العراق. لهذا السبب أنه نقول هؤلاء لا يهمهم قضية الصحة وصحة المواطن وإلى آخره. يعني لو فرضنا هناك حظر مثلا، والنائب أو السياسي لديه دعاية انتخابية، راح يقوم بهذا الإجراء والقانون لا يحاسبه. فلهذا السبب أنه هؤلاء هم لا يتحملون مسؤولية المواطن ولا يحملون مشروعا وطنيا حتى ينقذ المواطن وينقذ الوطن. فهم جزء من المشكلة، فلا يمكن أن أتكلم عليهم هم كجزء من الحل. هؤلاء جزء من المشكلة، فالنتيجة على المواطن أن يأخذ احتياطات نفسه، ومثل ما ذكرتها الأربعة هي الوقاية، يتخذ وقاية أفضل له، وإلا أن لا يعول على المشروع السياسي أو على الساسة أو على المؤسسات الصحية في معالجته في حالة الإصابة لا سمح الله. طيب دكتور أيمن، أخيرا يعني ما هي النصيحة التي تود يعني أن تسديها أو ترسلها إلى الشعب العراقي في سبيل مواجهة هذه الأزمات التي تحيط به، سواء الأزمة الاقتصادية الخانقة وكذلك انعدام المستلزمات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا والإهمال الحكومي هنا مع قلة الموارد وقلة ذات اليد؟ ماذا على المواطن في أقل مستوى، في أقل حالة، ماذا يفعل لكي يحمي نفسه من هذا الفيروس وأيضا السلالة الجديدة التي تحدث عنها بعض الأطباء؟ أخي، إذا كان المواطن أو إذا كان الشعب العراقي يبحث عن حلا جذريا، فينبغي له تقديم التضحيات والمزيد من التضحيات في سبيل إحداث تغيير جذري في العراق من الناحية السياسية. هذا أمر إذا طلب الشعب حلا جذريا فهذا هو الحل. أما الأمور التي يعني معالجة أعراض هذه الحالة، فعلى الجانب الصحي مؤكد أن رفع المستوى الصحي ومستوى النظافة الشخصية هو أمر ضروري في مسألة تفادي العدوى، رفع التباعد، مسألة التباعد أيضا، لكن هذا كله حقيقة يثقل من كاهل المواطن الذي بات نصف الشعب، نحو تقريبا نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر. لكن هذا هو يعني أنا أعود إلى الحل الجذري، من أراد أن يكون هنالك حلا جذريا في العراق ينبغي أن يفكر ويقدم المزيد من التضحيات. نعم، الشعب من الشمال إلى الجنوب قدم تضحيات وثورات وتظاهرات تتجدد هنا وتتجدد هناك، لكن هذا هو الحل الوحيد الناجع يعني إيجاد حلول حقيقية لما يعيشه العراق من كوارث إنسانية وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية حقيقة. نعم دكتور. أخيراً أستاذ حسين، في أقل من دقيقة، هل جاءت يعني إجراءات الحظر هنا لصالح الحكومة أو أن تستثمرها ضد ثورة تشرين المطالبة بالتغيير الجذري؟ بالتأكيد هي استخدمت هذه كشماعة لجلوس المواطن في بيته وعدم المطالبة. هذا واحد من مما استثمرته الحكومة في قضية كورونا، واستثمرت أيضا في جوانب أخرى. لكن أقول أن سبب هذا الوباء وهذه الإجراءات، هم فشل هذه الإجراءات، هو الفساد والجهل والفقر.
هذا هو سبب كورونا الرئيسي. لابد من معالجة الفساد وخاصة في المؤسسات الصحية، لابد من معالجة الجهل اللي موجود من خلال نشر التعليم والحفاظ على مستوى التعليم في العراق، والفقر، لأنه القضية الاقتصادية إذا ما انسحق المجتمع اقتصاديا لن ينفعه أي إجراء آخر، وسنذهب إلى مجتمع طبقي كما ذكرت، أقلية مترفة وأكثرية مسحوقة، لا سامح الله سيأتي بالعراق. سابقا عام 1917-18 بريطانيا حاولت أن تجد طبقة مسحوقة في العراق وتجعل منه مجتمعا طبقيا، عجزت عن ذلك واستطاع المجتمع العراقي أن يحافظ على الطبقة الوسطى داخلي، والآن هناك محاولات لإلغاء هذه الطبقة الوسطى. شكرا لضيفي الكريمين الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، والدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عبر سكايب من عمان، نشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.